السلام عليكم. النهاردة أنا قطعت أجازتي للمرة التانية. أنا عطي نفسي أجازة على أساس إن أنا برتاح شوية من الامتحانات والدوشة، قطعت الأجازة لأنه سمعت خبر بجد قلقني يعني، وخصوصا إنها في كلمة نادر جدا. أصل أنا قبل كده سمعت كلمة نادر جدا دي في 2019 على كورونا، وكورونا انتشرت، سمعت نادر جدا في جدر القرود وما شاء الله. فالنهارده انا بتكلم على الحصان الحزين، وده اعزكم الله ويكفيكم شر المرض معه. انا هتكلم في الفيديو ده عن اربع حاجات مهمه جدا. اول حاجه، ايه هو المرض؟ ليه انا اتكلمت عنه تحديدا؟ ليه اتسمى بالاسم ده اللي هو الحصان الحزين؟ وايه اسباب انتشاره؟ وايه اللي خلاه بقى مرض يعني؟ اول حاجه، ايه هو مرض الحصان الحزين؟ المرض ده هو بيصيب حاجة اسمها السحايا، الخلايا أو الأغشية الدموية الوعائية الرئية أو اللي هي بتغلف المخ، اللي هي ما بين المخ بتاعنا ده هو والجمجمة. اصحى معايا، المخ ده مش بيتحط في سندوتش، المخ ده معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة كده ما حدش عارف ايه ده. فهذا المخ بيتعرض لالتهاب من خلال السحايا أو الأغشية المحفطية له، وبيؤدي للوفاة. ده هو المرض اللي هو الحصان الحزين. هو عبارة عن فيروس، مش هقولكم، مش هدخلكم في تفاصيل علمية ملكمش دعوة، فككم، مش دكتور، ملوش مضاد حيوي. بس تكرر عنده مضاد حيوي هتاخد تراميسين تسعة، لا مفيش الكلام، بيؤدي للوفاة. والناس اللي بتوفى منه بعد الشر يا اما بيتوفى على طول، او لو عاش بيبقى عنده شوية مشاكل ترابتاتيت في دماغه او مشاكل حركية، مش يمشي مثلا. فدي حوار كبير. النقطة التانية، ليه أنا بتكلم عنه تحديدا؟ لأنه بيصيب الرضع، الأطفال، الصغار، المراهقين والشباب. عشان كده أنا اتكلمت عنه. ما أنا مش هتكلم عن حاجة إلا لما أكون تهمني. تهمني ليه؟ لأنه العيال اللي أنا بشتغل معاهم السن الصغير ده، أنا مدرس وبحب ولادي. السؤال الثالث، ليه تسمى الحصان الحزين؟ هقول له، في القرن 19 كانت بداية ظهور هذا المرض في الماشية والأغنام في أوروبا. والماشية والأغنام تحديدا بنسميها الحيوانات ذوات الدم الحار نسبيا، اللي هو درجة حرارة جسمه ثابتة زي الأغنام كلها والأبقار والماعز والكلام ده كله. هو اختص بالماشية اللي هو لأن الجماعة في أوروبا دول كانوا بيحبوا يربوها بشكل مبالغ فيه، فظهرت في الماشية. اللي حصل بعد كده انها انتقلت للحصان او الاحصنة، والحصان ده هو كان وسيلة ايه؟ مواصلات. فاصابت الانسان في القرن 19 وامتد اثارها للقرن 20، وبقى في المانيا مثلا كل سنة حالتين او من حالتين لست حالات في بلد زي المانيا، وفي اوروبا وفي امريكا وفي اليابان. الموضوع بقى ملفت للنظر، لذلك سموه الحصان الحزين. كل ده معلومات مهمة. الخبر اللي انا بوصله لكم اللي هو اسباب انتشاره، عشان كده انا مش شايفاه نادر، وما بيقولوا نادر، كلمة نادر ما بحبهاش، لان انا قبل كده في كورونا دي سمعت كلمة نادر. شوف نادر عمل فينا ايه؟ جدر القرود سمعت كلمة نادر وما شاء الله يعني. فنادر ده بني آدم يا حبيبي، مش مرض ومش نادر. هو بينتشر من خلال اللعاب أو الأغشية المخاطية للأنف، وبالتالي وارد جدا إن أي حد يعدي أي حد. مش عارفة ليه خلوه نادر يعني، بس لهذا السبب. ولذلك وجب التنبيه بس مش أكتر. خدوا بالكوا، عقموا الدنيا كويس، عشان انا عارف، انا خايف اسمعها سمعتها قبل كده. مش عايزين نلبس كمامات هنا، بس هي الفكره كلها في المرض ده من القرن 19 الى اليوم وشغال، ما ماتش، ما اختفاش زي امراض تانية ظهرت عزكم الله. هم عندهم في بلدهم الناس دي بتهتم قوي باي حاجه. احنا عندنا هنا في مصر الحيوان تعبان خلص الله يرحمه، وطبعا بيتنظف وبيتروق وبيتاكل كمان. انما هما الناس دي حتى في القرن 19 كان بيبقى عندهم وحدات بيطريه او دكاتره بتيجي تحلل الحيوان، بتعرف اسباب الوفاه، وبيتم التخلص من الجثمان بتاع الحيوان من غير كلام، من غير اي دوشه، مش بيترمي او بيتاكل، لا.
وبناء عليه بيبقوا عارفين ايه المرض ده وبيبتدوا يعالجوه، يعني تنشروه بشكل جيد للناس عشان الناس تعرف ايه ده، انه الموضوع جديد، فياريت تنشروه، ياريت تحاولوا على قد ما تقدروا تنشروه، والله المستعان. طبعا اللي امر بيد الله في كل الاحوال، بس برضه ناخد بالنا. السلام عليكم.